فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم. إذا الزكاة إخوة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. لأجل ذلك بهذا الحديث، طبعاً الحديث له روايات أخرى، استدل الفقهاء أنه لا يجوز لمن له دين على فقير أن يقول له هذا الدين زكاة، يعني الدين اللي لي عليك هو زكاة، يعني زكاة اعتبره زكاة وخلص راح الدين. لا، يجب أن يؤخذ المال من الغني ويرد على الفقير كما في الحديث. فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم، يعني إذا أقروا بالزكاة خذ منهم. طبعاً لم يكن يأخذ منهم الذي كان يذهب يأخذ الزكاة من الناس، مش فقط المال يا إخوان، إنما كان يأخذ أشياء والأغنام. ولذا قال توقع كرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني أنفس ما عندهم من الأموال، مش تروح والله تأخذ من الأغنام أفضلها، إنما خذ الوسط، خذ الوسط.